بص، أينشتاين بيقول حاجة، بيقول الراجل بيتجوز الست على أمل إن هي ما تتغيرش، والست بتتجوز الراجل على أمل إن هو هيتغير، وفي الآخر مفيش حد فيهم صح. الست بتتغير والراجل بيتغير. اتغيرت هايدي في إيه؟ اتغيرت هايدي في، يعني عايز أقولك من الحاجات اللي لفت نظري جدا، مش غيورة، هي غيورة جدا لكن مش الغيرة اللي تأذيني في شغلي. بص انت كنت هتقول مش غيورة، فجأة رحت لميتها. آه، دي غيورة جدا. كنت بخيمة وانا قاعد هنا ايوه. لا مفيش ست مش غيرة على جوزها طبعا، بس في اللي بتبين وفي اللي بتستوعب وفي اللي كل واحدة ليها طريقة في التعامل. بس احكي لي على طريقتها. طريقتها ببقى انا عايز الم القعده، يعني ببقى انا اللي في النص، مساء الخير كده، اه الوش فيه مشاكل، طب سلام عليكم، يعني بسرعه بسرعه عشان الموضوع ما، يعني ما، لان انا في النص يعني يرضيكوا اخوانا. ما يعني. كنت حابب انها تغير غيرتها وما تغيرتش. لا انا ما اقدرش اعيش مع ست مش غيور، ومش الغيره المريضه، لكن ما اعرفش اعيش مع ست برد، ما اقدرش، يعني ما اقدرش اعيش مع ست خرجت نزلت نمت جوزها معاكي في البيت ما تقولكش انت فين. ما لا ما اعرفش، وانا كذلك، ومش انت فين اللي هو ما بس مش رامين طوبة بعض، يعني متجوزين. كان نفسها تغير فيك ايه وما تغيرش؟ العصبيه. الملل. على فكره انت ما قلتليش ايه اللي اتغير فيها. مش هنروح بقى في البرنامج النهارده بقى، هنبات عندكم في الاستوديو. انت وراك ايه؟ انا مريش حاجه بالعكس. هايدي عارفه انك انت هنا على الهوا. فما فيش مشاكل. على الهوا مسجل، يعني كله مسجل. لا والله عايز اقول لك على حاجه، والله من قلبي، لا انا ربنا كرمني بالزوجه دي صراحه. اكيد ربنا كرمك، بس مقوله أينشتاين الراجل بيتجوز الست على امل انها ما تتغيرش، بتبقى يا حبيبي ويا روحي يا قلبي مدلعاك وعامله لك كل اللي نفسك فيه. هي كده الى الان. الى الان هي كده الى الان. طب والله دي تعمل لها تمثال. مش بقول لك العيب فيا، المشكله فيا انا، دي عظيمه انها استحملتني. بمناسبه الغيره، كان في معجبه من حبها فيك هددتك بالقتل، فاكر الحادثه دي؟ طبعا فاكرها كويس جدا. احكيها لي. مفيش، كانت معجبه بجنون، وبعدين جوابات تهديد بالقتل، ماشي احنا متعودين على الكلام ده، مش عارف، لحد ما ابتدت تبعت لوالدتي جوابات بقى فيها سكاكين، فيها حاجات، فانا مسا انا عارف انتوا فين، انتوا نازلين منين، مش عارف ايه، وربنا يعني يشفي، تم القبض عليها. اللي لفت نظري انك انت اهتميت جدا انك تنزل تشوف البنت، يعني عملت بلاغ، مسكوا البنت، لا انا عايزه اشوفها، رحت قابلتها في الاسم. كنت شاكك في حد تاني بيهددك بالقتل، جاي عايز تثبت حاله. عايز اسالها سؤال، اللي انت معيشه الاسره بالكامل بقالها 6 شهور في روشه ليه؟ قولي المسجات كان بتكتب فيها ايه؟ بكتب ان هقتله ما لو اتجوز كذا، هعمل كذا في الفرح، انا عارفه بيروح فين، بيصور في استوديو فين، وادي سكاكين وادي حاسي. مش فكره الخوف من البتاع، العمر واحد والرب واحد. بس لفت نظري، يعني مش معجبه طبيعيه، حب مرضي. حب مرضي. انا فاكر الاجابه اللي هي قالتها، لقيت لي ما ينفعش تتجوز الا ما تاخد موافقتي. ففلقت بقى. الف شكرا يا رجاله. يعني عايشه حب مع نفسها. ربنا يشفيها. سامحتها وتنازلت ولا قضيتها؟ سامحتها. حصل. لو ترجع تشوفها تاني تفتكرها؟